من طيبة الطيبة مستقر الهجرة وعاصمة النبوة انطلق تاريخ خط الوحيين الشريفين. كان أول من كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو كعب الأنصاري رضي الله عنه، وقد بلغ عدد كتاب الوحيين في العهد النبوي قرابة 50 كاتبا من الصحابة. وحين ينزل الوحي على الرسول كان يأمر أصحابه بأن يبلغوا الكاتب ليدون ما نزل عليه وفي أي سورة توضع. وكانت سور القرآن الكريم وآياته تكتب على العسب والرقاع والأكتاف غير مجموعة في مصحف واحد. وفي عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد استشهاد كثير من حفظة القرآن الكريم في معركة اليمامة في السنة 11 للهجرة، جرى جمع القرآن في مصحف واحد وحفظ في نسخة واحدة. وفي عام 23 للهجرة أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسخ ذلك المصحف وإرسال نسخه المسمات بالمصاحف العثمانية إلى الأمصار، وجرى اعتمادها فقط. أما تدوين السنة النبوية فكان حين أصدر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بتدوين الأحاديث النبوية، فدونت السنة في دفاتر وأرسلت إلى الأمصار، وكان لعلماء المدينة المنورة دور كبير في هذا التدوين. وعبر التاريخ جرت خدمة خط المصحف الشريف، وعلى هذا النهج القويم وتلك الأسوة الحسنة يسير قادة المملكة العربية السعودية ويتابعون المهمة بامتياز وجدارة، لتتوج تلك العناية والرعاية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة، ليكونا إشعاعاً مستداماً للكتاب والحكمة والنبوة. ودارة الملك عبد العزيز وبحكم دورها المنوط بها في خدمة تراث وثقافة المملكة العربية السعودية ومساهمة منها في العناية بالخط العربي، فقد نظمت برنامجاً رمضانياً تحت مسمى ملتقى خط الوحيين الشريفين للخطاطين في المملكة العربية السعودية، بهدف تعريف الخطاطين والخطاطات بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطه وكتابة السنة النبوية. فيقوم كل مشارك بكتابة جزء واحد من القرآن الكريم وعدد من الأحاديث النبوية الشريفة. وأقامت الدارة نسختين من هذا الملتقى في العامين الماضيين بمدينة الرياض، وتقيمه في هذا العام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مكان خط فيه خير الكلم بأيدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين جرى حبر يرعهم بالآي الكريم، لتتناقله من بعدهم الأجيال عبر الأجيال عابراً حدود الأمم والثقافات برسالته الربانية الخالدة.